فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخي مريض بالوساوس حتى وصل به الأمر إلى أنه قد ترك الصلاة وقتا ثم عاد إليها، فما حكم مثل هذا؟ حكمه أنه يقضي الصلاة التي تركها بسبب المرض. الوسواس هذا مرض، إذا خف عنه الوسواس أو ذهب يقضي ما تركه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.